السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنتكلم لكم على بيافين. هاد البومادة اللي كتشوفوا كيقولوا كيستعملوها الناس للتبييض، ولكن أنا كنستعملها للحروق. إلا تحرقناها ولا شي حاجة كتزول ديك الأطراس، ديك الآثار ديال الحروق. كذلك بالنسبه لفوق البروده ملي كيتمشكوا اليدين تيولي فيهم واحد بحال التشققات، كتصلح ليهم، كتصلح الجلد المهري كتصلح له. عاود كاين اللي بين الفخاد، سواء راجل او امراه، ملي كتكون الحراره او ملي كيتمشى بزاف كيطيب، كيطيب من ديك الموطع، لان الفخاد بجوج كيتلاقاو. هذه كتصلح مزيانه، يكفي قبل ما تخرجوا كدهنوا صافي، ما كيوقع حتى شي حاجه. هذا هو اللي كنعرف انا على بيافين، وخاص نحتفظوا بها درجه تحت الصفر في الثلاجه، ماشي في اي مكان. واحد السيده قالت لك هي كتصلح ليها للتبييض، كتخلطها مع الليمون الحامض وكتعطيها واحد البياض وكتفتح ليها البشره ديالها. كذلك قالت بان كتعملها للكوعين او الركابي ديالها، كتخلطها مع بيكربونات الصود، اولا بالنسبه للبشره كتخلطها مع النشا مايزينا وكتبيض. هي على حد القول ديالها كتبيض، انا ما مجرباهاش، انا مجرباها في الحروق ملي كنتحرقوا، كيتحرق شي حد في العائله اولا في داكشي اللي قلت لكم التهريه اولا ملي كيكونوا التشققات فقط. هي كتحلف وكتقول بانها كتبيض. انا كيبقى عندي واحد التحفظ من هاد المواد دابا اللي كتكون كتعالج شي حاجه، نخلطها انا ونعملها للتبييض. لا، مثلا كريماتي ديال التجميل نخلطهم بحال هادو، انا كنتحفظ. كنتمنى هاد الفكره ديروا بها وجربوا، اللي بغى تجرب هذا تجرب التبييض. انما هذه راه هي كنز، خاصها تكون في الدار، ما كتخليش الاطراس ديال الاثار ديال الحروق، ما كتخليش نهائيا. اش كتبقاو ديك الطوابع كحل، كتزولهم، كتبقى تدهن تدهن تدهن، واحد الوقيته كيختفي ديك الطوابع، ديك الاثارات. هذا علاش حنايا كمان ما كتخطاناش في الدار نهائيا، لان عندها هاد الاهميه بالنسبه للجلد والبشره. ولكن التجميل انا ما مجرباش. كذلك كتصلح ملي كتنتف المراه الحجبين ديالها اولا الوجه ديالها، كتزول ديك الزغب الزايد باش ما تنوضش ديك الحبيبات، كتدهن. الا دهنتو ما كينوضوش ديك الحبيبات وما كتبقاش ديك الاحمرار اللي كيكون من مور النتيف ديال ديك الشعر الزايد. هادي عاود كتصلح. هي كتشوفوا هي بيضه، اللون ديالها بيض، ربما على هادشي كي يخلطوها مع مواد وكيقولوا راه كتبيض. هانتوما كريمه بحال الكريمه هي كتبان بوماد. إلى اللقاء مع فيديو وصفة جديدة إن شاء الله.